اهلا بكم طلاب بالمحاضره الرابعه اليوم بالكورس اوف اتموسفيريك ثيرموداينامكس. اليوم راح نكمل المحاضره اللي فاتت اللي كانت بخصوص المويست اير او الهواء الرطب. حكينا احنا طبعا ذاك الاسبوع عن بعض المفاهيم او بعض الاكسبريشنز التعابير اللي استخدمها حتى اعرف هل الهواء بكميه من بخار الماء او لا. أريد أسوي لكم مراجعة سريعة على المحاضرة الفاتت، أذكركم شوية بعض المصطلحات اللي راح نستعملها اليوم بالثيرموديناميك دايجرامز أو المخططات الثيرموديناميكية. خلي أرجع سريعا أسوي لكم شير للمحاضرة ما ذات الأسبوع، بس هيك على السريع أقلبها وياكم. أوكي طلاب، إحنا أخذنا ضغط البخار وأخذنا ضغط البخار المشبع. ضغط البخار على السريع فقط هيك بس أقول لكم هو الضغط الناتج عن أو المتولد عن جزيئات البخار، وقلنا هو دالة لكمية بخار الماء، نرمز له بالرمز E. هاي الـ E small هي نسميها ضغط البخار. الـ absolute humidity أو الرطوبة المطلقة إحنا يعني عرفناها هي كأنما سميناها كثافة بخار الماء، وتعرفون أن الكثافة هي كتلة على حجم، فبالتالي هي راح تكون كتلة بخار الماء على حجم من الهواء. إذا أريد أربط ضغط البخار بالرطوبة المطلقة عندي هاي المعادلة الـ Ideal Gas Law أو قانون الغاز المثالي. حولت الضغط إلى ضغط البخار والرو إلى رو في اللي هي كثافة بخار الماء. هاي الروفي هي راح تمثل لي الرطوبة المطلقة. أوكي؟ فتلاحظون إنه ضغط البخار اللي قلنا هو دالة لمن؟ لكمية بخار الماء. دالة لكمية بخار الماء. إذا كمية بخار الماء زادت، هذا الضغط راح يزيد، وبالتالي راح تزيد الرطوبة المطلقة. فلهذا إحنا إيش قايلين هنا؟ الكمية الأعلى من بخار الماء معناها كمية أعلى للرطوبة المطلقة. انتوا لين رتبتوا في شيء ذاك الاسبوع، رتبتوا في اهم النقاط اللي طرقنا لها بهاي المحاضره، فهسه راح امشي عليها طبعا اللي تخصني محاضره اليوم. اوكي، عندي بعد شنو؟ عندي ضغط البخار المشبع، قلنا الاي تتحول الى اي اس شو وقت، او ضغط البخار المشبع لما تكون عمليه التبخير مساويه الى عمليه التكثيف، بحيث يصبح الهواء مشبع، نسميه حاله التشبع لما ضغط البخار يساوي ضغط البخار المشبع. وهذه طبعا ضغط البخار المشبع دالة لدرجة الحرارة، دالة لدرجة الحرارة. كل ما تزيد الحرارة مثل ما رويتكم بهذا المخطط، كل ما يزيد ضغط البخار المشبع. هاي النقطة تركزون عليها كلش، لأن راح أتطرق لها اليوم همينة، علاقة الحرارة بضغط البخار المشبع. أوكي؟ بس شو بعد عندي؟ عندي الرطوبة النوعية والميكسينج راشيو. الميكسينج راشيو أو نسبة الخلط هي كتلة بخار الماء على كتلة الهواء الجاف ببساطة شديدة. طبعاً هي ليش إحنا نعتمدها أكثر شيء بعلوم الأنواع الجوية؟ لانه او حتى بالثيرموداينامكس نعتمدها، لانه هي بدها تعطيني النسبه شقد اكو بخار مي مقارنه ب يعني كتله بخار ماء مقارنه بكتله الهواء الجاف. فلهذا هي تستخدم هوايه اللي هي ميكسينج راشيو. واقدر اكتبها طبعا بدلاله اخرى اللي هي بدلاله ضغط البخار والضغط للهواء. عندي الرطوبة النوعية أو الـ specific humidity
وانتم تتذكرون اني من قلت لكم بالكورس الاول اي شيء سبيسيفيك معناها مقسوم على كتله، فحتى تميزون السبيسيفيك هيوميديتي عن الابسوليوت هيوميديتي. الابسوليوت قلنا او الرطوبه المطلقه قلنا هي مقسومه على حجم، هي كثافه بخار الماء. السبيسيفيك هيوميديتي مقسومه على كتله، فأني هنا السبيسيفيك هيوميديتي هي كتله على كتله، بمعنى انه هي كتله بخار الماء الى كتله الهواء. ولكن شنو فرق السبيسيفيك هيوميديتي عن الميكسينج ريشيو؟ الميكسينج ريشيو ده ناخذ هواء جاف، في حين السبيسيفيك هيوميديتي ده ناخذ بخار، عفوا ده ناخذ كتله الهواء اللي هو بيه هواء جاف وبيه هواء رطب، مثل ما تشوفون هنا يا رمزيها بالرمز كيو، هي ار في على عفوا رو في على رو. احنا يعني هي هنا احنا كاتبين ماس بس معوضين رو باعتبار الحجم يعني واحد، لان يعني هنا عندنا يعني اخذنا كتله كثافه عفوا. ف الرو مثل ما تشوفون هي دراي وفيبر، يعني هواء بي بخار ماء وهواء جاف. وبالتالي بهاي من خلال هاي المعادله اثبتنا انه تقريبا الميكسينج ريشيو اللي هي الار مساويه للسبيسيفيك هيوميديتي. طبعا هذا شو وقت لما تكون الار اقل من الواحد. اوكي اخذنا ايضا الديو بوينت او درجه حراره نقطه الندى، وقلنا هي الدرجه اللي تتبرد لها عينه الهواء بحيث توصل الى حد الاشباع، يعني الاي راح يساوي لي الاي اس. هنا معروفيها انه طبعا هنا قايلين الهواء لما يتبرد فضغط البخار المشبع راح يتناقص الى ان يوصل او يساوي ضغط البخار اللي هي حاله الاشباع، بعد هاي النقطه اللي تساوي بها ضغط البخار مع ضغط البخار المشبع راح نسميها هي درجه حراره نقطه الندى. عندي بعد شنو؟ عندي الرطوبة النسبية أو الرلاتيف هيوميديتي. هذه هي تمثل لي ضغط البخار إلى ضغط البخار المشبع، ومضروبة طبعاً في نسبة مئوية. عرفناها وقتها شنو؟ قلنا هي نسبة شقد أكو بخار مي بعينة الهواء مقسوماً على الاستيعاب مال هاي عينة الهواء لبخار الماء، إيش قد تستوعب؟ شبهت لكم إياها وقتها بكوب مال مي، إيش قد بيه مي وإيش قد هو يستوعب مي، فإيش قد أكو مي فعلياً وإيش قد أكو استيعاب أو يتحمل مي. فهنا طبعاً مثلناها بإي على الإي إس. وهذه طبعا الرطوبه النسبيه بما انه هي يعني هي عباره عن اي على اي اس، الاي هي داله لكميه بخار الماء والاي اس هي داله للحراره، فحتى نغير الريلاتيف هيوميديتي ممكن نغير كميه بخار الماء او نغير درجه الحراره. اوكي هاي الملاحظه جدا مهمه تخص الريلاتيف هيوميديتي، انه تنطينا ايش قد الهواء قريب من حد التشبع، ولكن ما تنطيني بشكل مباشر ايش قد اكو نسبه بخار مي بالجو. ليش؟ لانه مرتبطه بالحراره، والحراره مثل ما نعرف انه الهواء الحار يتحمل كميه بخار مي اكثر من الهواء البارد، فلهذا كل ما كان الجو حار كل ما راح يستوعب بخار مي اكثر. فلهذا دائما انا قلت لكم هاي الجمله، دائما الهواء الحار يقول لكم هل من مزيد، دائما يريد بخار مي، يريد بخار مي، فلهذا ما يوصل الى يعني حد التشبع بشكل يعني سهل. يعني عندي دائما حسب ما قلت لكم بالشكل البياني اللي يمثل لي الاي اس او ضغط البخار المشبع مع درجه الحراره، كل ما زيد الحراره كل ما زيد ضغط البخار المشبع. فاحنا حتى نوصل الى حاله التشبع يعني نحتاج كميه كلش عاليه من بخار الماء. لهذا اذا كان شوفوا هاي المعادله حتى اوضح لكم الفكره، هذه المعادله اذا كان الاي اس عالي، اذا كان الاي اس عالي وش وقت يكون عالي؟ لما درجه الحراره عاليه،
فبالتالي الرطوبة النسبية راح تقل. أوكي، هاي المعلومة كلش مهمة. هذا تقريبا أهم شغلات. أوكي، نروح على المحاضرة. أورا بس دقيقة. إذا نعم. كانت ES يعني درجة الحرارة عالية راح تكون الرطوبة همتين عالية؟ لا، راح تكون قليلة الرطوبة. يعني علاقة عكسية. علاقة عكسية يعني، بس هي قلت لكم الرطوبة يعني تتناسب، الرطوبة النسبية تتناسب مع درجة الحرارة. فلهذا أنا إذا عندي حرارة عالية معناها ضغط البخار المشبع عالي، فمعناها الرطوبة قليلة، يعني ما راح أقدر أوصل لحالة التشبع بشكل سهل. قبل ما أبدأ بالمحاضرة الثانية ما اليوم، عندكم سؤال عن المحاضرة السابقة؟ لأن هاي البارامترات اللي اليوم هسه حكيتها وأكدت عليها راح استخدمها محاضرة اليوم بالثيرموداينامكس دايجرامز. فعندكم سؤال؟ ماكو سؤال؟ أوكي، نروح على المحاضرة ما اليوم اللي هي راح نكمل بيها الهواء الرطب أو المويست إير، وراح نأخذ بعض الإكسبريشنز أيضاً اللي تخص الهواء الرطب. عندنا درجة حرارة أخرى اللي هي يسموها الويت بولب تيمبريتشر أو درجة حرارة البصلة الرطبة، نسميها تي دبليو، الدبليو من ويت. طبعاً الأنوائيين يستخدمون هذا الإكسبريشن أو التعبير. عندي هنا بس أشيك الكونكشن. دكتورة راحت الصورة. راحت الصورة، خلي أسوي لكم شير من جديد. هسا تشوفوها للصورة؟ أي دكتورة رجعت. تمام. عندكم درجة حرارة البصلة الرطبة نستخدمها احنا يعني كأنوائيين نستخدمها هواية. شلون؟ طبعا هي شنو هي بالبداية؟ شنو تعريفها؟ هي أقل درجة حرارة، the lowest temperature that can be achieved، ممكن أن نوصل لها by evaporating water، من خلال تبخير الماء into the air parcel، في عينة هواء عند ضغط ثابت. ببساطة أكثر عندكم هذا طبعا اللي تشوفوه هي تقاس بالسايكروميتر، أخذتوها بكورس الأجهزة والرصد. هذا هو السايكروميتر، عبارة عن محرارين، واحد البصلة مات نعتبرها دراي بلب يعني ثرمومتر، لأن ما حاطين عليها شيء للبصلة، تقيس درجة الحرارة الجافة. المحرار الآخر حاطين على البصلة شاش يعني مبلل بماء مقطر، وهذا طبعا راح نفره، راح تشوفون اكو فيديو حاطه لكم اياه، راح تشوفون طريقه القياس. نفره هذا يعني لفتره معينه بحيث راح يصير تبخير، هنا يصير فنتيليشن او تهويه لهذه هذا الشاش، وراح يصير تبخير، وراح نشوف الفرق بين الحرارة الرطبة والحرارة الجافة. فبالنسبة للحرارة الرطبة هي شلون دا تنقاس؟ أنا عندي هاي رطبة راح يصير تبخير، فهي درجة الحرارة، أقل درجة حرارة راح يوصلها هذا الثرمومتر بعد ما يصير تبخير للماء. تعرفون أنتوا حالة التبخير تحتاج طاقة، يعني بخار الماء من يتحول، او عفوا الماء من يتحول الى بخار ماء يستهلك طاقه، اللي حكينا عليها اللي هي الطاقه الكامنه او اللاتنت هيت، ياخذ الطاقه من البيئه المحيطه ويتبخر، ولهذا راح تبرد او راح تسجل هنا درجه حراره قليله. فلهذا هي تعرف على انه هي اقل درجه حراره يمكن الوصول اليها من خلال تبخير الماء عند ضغط ثابت. أوكي؟ أكو فد مصطلح آخر اللي هو الـ Wet Bulb Depression. الـ Depression هنا أنا أسميه انخفاض،
انخفاض ال يعني انخفاض البصلة الرطبة. طبعا هي شنو؟ هي عبارة عن الفرق بين the dry bulb temperature أو درجة حرارة البصلة الجافة ودرجة حرارة البصلة الرطبة، نسميه wet bulb temperature depression. هذا هو الفرق بيناتهم. هذا أيضا يعتبر أحد المؤشرات اللي نستخدمها بقياس محتوى الرطوبة في الهواء. فإذا هسه صار عندي الـ wet bulb temperature وعندي الـ wet bulb depression. أوكي، هنا يقول الهواء الجاف أو الـ dry air ممكن أن يبرد much further بشكل أكبر by evaporation من خلال التبخير عنه للهواء الرطب. أوكي، يعني بس أنا عندي عينتين، واحدة جافة واحدة رطبة، من راح يتبخر أكثر؟ اللي يتبخر أكثر هو الهواء الجاف، عفوا من يبرد أكثر؟ الهواء الجاف راح يبرد أكثر. ليش؟ لأن التبخير به راح يكون أسرع. فلهذا شلون أنا أستدل على أنه هاي العينة فيها بخار مي أكثر أو أقل من أقارن بين عينتين؟ راح أجي على الدبرشن، على هذا الويت بولت دبرشن. فإذا عندي الفرق كان قليل، عفواً إذا كان كبير a larger wet bulb depression، إذا عندي الفرق كبير معناها عندي humidity أقل أو رطوبة نسبية أقل. أوكي، يعني أنا عندي هسة درجتين حرارة، واحدة مع الهواء رطب أو بصلة رطبة وواحدة مع البصلة جافة. إذا كان الفرق بيناتهم عالي معناها أنا عندي humidity قليلة، وإذا كان الفرق قليل معناها الهيوميديتي عالية. ليش؟ لأن الويت تعتمد على التبخير، درجة البصلة الرطبة تعتمد على التبخير، فكل ما كان التبخير أكثر كل ما كانت الحرارة أقل. فلهذا أنا من أجي أسوي مقارنة بين البصلة الرطبة والهواء الجاف، عندي التبخير طبعاً من يصير هواية معناها الحرارة عالية، ومن يعني هسه خلوها ببالكم حرارة صارت عندي عالية، التبخير زاد، فالبصلة الرطبة سجلت درجة حرارة أقل. أوكي، فشنو معناها؟ معناها عندي الدبرشن صار عالي، وبما أنه الهواء حار قلنا إحنا بالأساس الهواء الحار يستوعب رطوبة أو عفوا يستوعب بخار مي أكثر، فلهذا يعني ما راح يكون من السهولة أنه رطوبة نسبية تكون عالية مثل ما قبل شوية قلت لكم. وعليه إحنا لما نكون الدبرشن عالي معناها الهيوميديتي أقل. أريد أسمع من عندكم، واضحة لو أعيد؟ واضحة دكتورة، الكل واضحة؟ طلاب هاي النقطة مهمة. دكتورة عيدي لأنه طفت عندي الكهرباء هسه، يلا دخلت. تمام، خلوا ببالكم عندكم السايكروميتر، خلي طلعة هذا السايكروميتر. هذا دي يشتغل بهواء يعني بالجو حاطي، والجو كان حار. أوكي، الجو لما يكون حار شنو اللي راح يصير؟ التبخير راح يصير أسرع. التبخير من يصير أسرع معناها درجة الحرارة راح تصير مع البصلة الرطبة راح يصير أقل، فمعناها أنا عندي صار فرق شاسع بين درجة الحرارة الرطبة وبين درجة الحرارة البصلة الجافة. فشنو معناها لما الفرق شاسع؟ معناها الرطوبة النسبية قليلة. ليش قلنا رطوبة نسبية قليلة؟ لأنه عندي الهواء حار. أوكي، فالهواء الحار يستوعب كمية بخار مي أكثر من الهواء، ولهذا من الصعوبة أنه يعني يوصل إلى درجة الإشباع. مثل ما قلنا العلاقة رطوبة نسبية بالإي إس اللي هي درجة التشبع، والإي إس مرتبطة بالحرارة، فإذا الحرارة زادت الإي إس زاد الرطوبة قلت. هذه هي الشغلة. طبعاً أكو فد شغلة مهمة أيضاً أنا حطيت لكم إياها للاطلاع، اللي أنتم المفروض ماخذيها أعتقد بمختبر تحليلية أو أجهزة ورصد، ما أعرف بس ما طالبكم بيها.
انه عندي فد حطتكم حتى على اليوتيوب شلون تستخدمون السايكروميتر وتطلعون من عند هذا يعني بعد ما تستخدمون مخططات ثرموديناميك مخططات حطت لكم اياها عفوا حطت لكم مخطط اللي هو عندكم راح انطيكم درجة حرارة وراح انطيكم وياها بارامتر اخر اللي هو اتذكر كان الديو بوينت عفوا مو ديو بوينت التي دي او اللي هي نسميها الوقت دقيقة خلي اطلعكم اياها عندكم الدراي بلب تمبرتشر والويت بلب ديبرشن هذول اثنيناتهم انتم راح يعني ننطيكم اياهم ومن عندهم راح تطلعون الريلاتيف هيوميديتي وراح تطلعون الديو بوينت انا ما اطالبكم بها قلت لكم بس انتم اذا تريدون تطلعون على الطريقه عندكم الفيديو وعندكم التشارتات هذا هو درجة الحرارة اللي هي درجة حرارة البصلة الجافة وهذه البصلة الرطبة هذول راح أعطيكم إياهم أني وأقول لكم أحسب الريلاتيف هيوميديتي والديو بوينت هاي قلت لكم أنتم مو مطالبين حاطت لكم مثل ما معلمتكم اللي هي الإف واي آي اللي هي فور يور إنفورميشن من أعطيكم هاي الجملة معناها أني ما مطالبتكم بهذا الموضوع هذا كله للإطلاع اكو شغله ايضا مهمه تعرفوها هي شلون احول الرطوبه النسبيه الى ديو بوينت ديبرشن او الى انخفاض نقطه الندى اوكي هذه بس حتى احط لكم او اوضح لكم يعني من المحاضره السابقه انه الار اتش هي عباره عن اي على اي اس وهي ايضا تمثل لي ميكسينج ريشيو على الميكسينج ريشيو عند التشبع او الساتوريشن ميكسينج ريشيو ف هذه يعني بس حتى للتذكير عندي فت قاعده اقدر من عندها اطلع او اطلع او احول الرطوبه النسبيه الى الديو بوينت ديبرشن شنو هي هاي القاعده now I will a simple rule of thumb for converting RH to dew point depression. The depression قلنا هو T ناقصا TD. هي بصل درجة الحرارة البصل الجافة ناقصا. هنا TD. TD انتبهوا عليها هي مو DW. TW هي TD اللي هي نقطة الندى. هذا نسميه dew point depression. اللي هو الفرق بين درجة الحرارة الجافة ناقصا درجة الحرارة لنقطة الندى. هاي القاعدة أقدر أطبقها على المويست إير شنو معنى مويست إير؟ لازم أقل شيء الرطوبة النسبية تكون أكثر من 50% أوكي عندي القاعدة شو تقول؟ عندي نقطة الندى تتناقص بمقدار درجة مئوية واحدة لكل تناقص بالرطوبة النسبية ما يعادل 5% أوكي هذا هو الرباط بين نقطة الندى وبين الـ RH أو الرطوبة النسبية الندى تتناقص درجة كل ما تتناقص الرطوبة النسبية 5% وشون أنا راح أبدي المعادلة مالتي راح أبدي بحالة التشبع التام اللي يكون عندي رطوبة نسبية 100% شو وقت الرطوبة النسبية تكون مساوية 100% لما عندي درجة حرارة نقطة الندى مساوية إلى درجة حرارة الهواء الجاف أوكي؟ فأعيد راح أستخدم في المعادلة هاي المعادلة تستند أنه أولاً أبدي لما تكون الرطوبة النسبية 100% بحيث تكون درجة حرارة نقطة الندى مساوية لدرجة حرارة الهواء الجاف أو البصلة الجافة النقطة الثانية اللي أعتمدها أنه التي دي تتناقص أو درجة نقطة الندى تتناقص بمعدل درجة واحدة لكل معدل تناقص في الرطوبة النسبية اللي يكون معدل التناقص 5% فراح أجي أطبق هاي الفرضيات على هاي المعادلة حتى أقدر أربط بين الرطوبة النسبية وبين الديو بوينت ديبرشن إذا عندي مثال
الـ RH كانت 85%. هاي هي المعادلة مالتي. عندي TD يساوي لي T، طبعا هاي هي بمعنى انه هو الدبرشن. الرطوبة النسبية ايش قد بدينا؟ 100%. ايش قد الحالية؟ 85%. ايش قد معدل التناقص بالرطوبة؟ 5. اوكي؟ فإذا نطرح 100 من 85 نقسمها على 5 راح تطلع لي 3 درجات ترتبون بالحدود، فراح يطلع لي الدبرشن هو T ناقصا TD يساوي لي 3 درجة مئوية. فهسه أنا إذا تلاحظون من هذا المثال أنا ما استخدمت أي درجة حرارة، أنا فقط استخدمت رطوبة نسبية و طلعت من هذه الرطوبة النسبية طلعت الدبرشن، بمعنى أنه إذا كانت الرطوبة النسبية 85% الدبرشن راح يكون 3. أوكي؟ وهذا اللي قبل شوية ذكرته، أنه لما يكون الدبرشن عالي الرطوبة النسبية قليلة، من يكون الدبرشن واطي الرطوبة النسبية عالية. هذا مثال حي يؤكد هاي الحقيقة اللي قلت لكم عليها. شنو عندي بعد؟ قبل ما أبدي بهذا الموضوع عندكم سؤال طلاب؟ دكتورة بس الـ EX شو تمثل؟ هاي غلط، أنا من ذاك اليوم طبعاً أعتذر، هاي ES مو EX، هاي Saturation Vapor Pressure. أوكي؟ ماشي دكتورة شكراً. أكو سؤال بعد طلاب؟ طبعاً هذا الميتينج بقى له 5 دقائق و30 ثانية، خلي أحاول أكمل به الموضوع اللي بعده. بعدنا إحنا بنفس الموضوع اللي هو يربط بين الديو بوينت تمبرتشر والريلاتيف هيوميديتي أو نقطة الندى والرطوبة النسبية. هنا يقول عند سطح الأرض الضغط يتغير يعني نسب قليلة من مكان إلى مكان. احنا سدى نحكي عند سطح الارض، ماذا نحكي فيرتيكالي او عموديا؟ عموديا نعرف انه يتناقص، ولكن تغير الضغط على مستوى سطح الارض يكون التناقص به قليل. ولهذا السبب نقدر نستخدم الديو بوينت او نقطه الندى كمؤشر الى محتوى الرطوبي. من يقول لي ليش؟ شنو علاقه نقطه الندى بالضغط؟ ليش ربطت نقطة الندى بالضغط؟ إذا تتذكرون من عرفت نقطة الندى قلنا من عرفناها احنا اخذنا انه الضغط لازم يكون ثابت، قلنا هي اقل درجة حرارة يعني صار عندها اشباع او ضغط البخار يساوي ضغط البخار المشبع عند ضغط ثابت. فلهذا اني ما طول عندي الضغط ثابت، متغير الضغط ثابت، أقدر أستخدم الديو بوينت كمؤشر لقياس محتوى رطوبة في الهواء. راح أجي هسة على الهواء الحار الرطب، الأجواء اللي هي تكون تروبيكال أو الأجواء الاستوائية، يكون الهواء حار ويكون هيومد ويذر. شلون تكون الديو بوينت؟ طبعاً هي استخدمها هنا بهاي الاجواء كمؤشر of the level of human discomfort، هي مؤشر لمدى ارتياح الانسان او انزعاجه. فراح ناخذ مثال يقول معظم الناس begin to feel uncomfortable، يحسون بعدم راحه. شو وقت لما الديو بوينت ترتفع اكثر من 20 درجه ولما الهواء يكون أكثر من 22، هذا راح يصير الجو بيصير ستيكي. شنو يعني ستيكي؟ يعني احنا نسميها بالعامية ندبق، يعني الجسم يصير يعني التعرق كلش شديد، فنحس انه يعني كلش منزعجين. فهذا هو فد مؤشر انه لما درجة حرارة نقطة الندى ترتفع، يعني معناها شنو؟ معناها الرطوبة النسبية كلش عالية. هذا طبعاً هنا يقول fortunately لحسن الحظ the dew point much above this temperature are rarely observed even in the tropics.
يعني أقصى حرارة يعني مع نقطة ندى مسجلة حتى لو بالمناطق المدارية اللي هي تكون رطبة وحارة يعني ما توصل أكثر من 22، يعني لحسن الحظ يعني إذا وصلت أكثر بعد يعني بعد أعتقد بعد ما نتحمل. وهذا الشيء أعتقد يعني إذا نقرأ عنه بالساونا الرطوبة يعني راح صرف شيء جدا عالي، وإذا يعني أعتقد إذا نسوي اختبارات أو نقرأ راح يصير الجو مستحيل أن يتحمله الإنسان، وحتى أكو ناس يموتون بالساونا بسبب هذا الموضوع. فالنقطة اللي أريد أثبتها هنا أنه درجة حرارة نقطة الندى هي مقياس لراحة أو الشعور بالراحة عند الإنسان، بحيث إذا زادت معناها الرطوبة النسبية راح تصير شيء جدا عالي وما راح نقدر نتحمل هذا الموضوع. أكو سؤال لحد هنا طلاب؟ هذا طبعا الحكي يعني هم أنا أرجع على هذه المعادلة. هنا تشوفون لما الفرق قليل رطوبة عالية، فإذا عندي الحرارة عالية والتيدي التيدي أيضا عالية عندي، بس هنا الحرارة أيضا راح تكون عالية، فنقدر نعدها نستدل إنه الرطوبة شقد راح تكون. هذا السلايد راح أنهيه هسه. أوكي دكتورة. حتى نبدي بسيشن جديد. أوكي طلاب تسمعوني؟ نعم دكتورة نسمعك. تمام. بس أنا استعجلت شوية لأنه كان راح ينتهي الوقت. بس بخصوص هذا المثال اللي حكيت لكم عليه، يعني بس أركز على هاي النقطة، يعني خلوا ببالكم لما الديو بوينت عالية والحرارة عالية الفرق إيش قد راح يكون اللي حكينا عليه قبل شوية، فرق راح يكون قليل ولهذا الرطوبة راح تصير عالية. تمام؟ أريد أثبت هاي المعلومة بدماغكم. هذا الدبريشن اللي حكينا عليه، هذا الفرق من يكون قليل الرطوبة تكون عالية. فلهذا بالمناطق إذا جبت لكم سؤال مثلا أقول لكم ليش بالمناطق المدارية اللي هي تروبيكال أو الاستوائية الواحد يحس بانزعاج، يعني الانزعاج هو يعني قلنا نستدل عليه من الديو بوينت، ديو بوينت تكون عالية والحرارة أيضا عالية، فالفرق بيناتهم راح يصير قليل وبالتالي راح تكون الرطوبة النسبية عالية، حسون انه مخنوقين يعني. اوكي او نسميه هنا الستيكي، نسميه ستيكي اللي هو يعني مثل يلزق الواحد هيك ما مرتاح. نجي على الشغلة الثانية، هذا بالنسبة بما يخص الديو بوينت. نجي على الريلاتيف هيوميديتي، الرطوبة النسبية على النقيض من الديو بوينت تعتمد على درجة الحرارة مع الهواء أكثر من اعتمادها على كمية بخار الماء بالجو. أوكي؟ فمن أجي أنا يعني من أجي أحكي على درجة على الرطوبة النسبية راح أقارنها بدرجة الحرارة وليس بالمحتوى الرطوبي، يعني أكثر شيء درجة حرارة. فإذا جينا على أخذنا مقياس لدرجة الحرارة مو رطوبة، عندنا طقس مشمس، والطقس المشمس معناها الجو حار صحيح؟ مبدئياً يعني مبدئياً أكو شمس فالجو ما راح يكون يعني كلش بارد، الطقس يكون حار. مثلاً عندي الرطوبة النسبية شو راح يصير بيها؟ يقول may drop by as much as 50% from morning to afternoon، راح تبدي تتناقص الرطوبة النسبية بنسبة 50% من الصبح لحد الأفترنون أو لحد الظهر. ليش؟ just because
of the rising air temperature فقط بسبب انه الحراره بدت ترتفع. اوكي، بمعنى انه الرطوبه النسبيه، ارجع مره ثانيه، الرطوبه النسبيه داله بدرجه الحراره. اذا زادت درجه الحراره راح يزيد عندي ضغط البخار المشبع، وبالتالي من الصعوبة الوصول إلى حالة التشبع اللي هي عندي ضغط البخار يساوي ضغط البخار المشبع، وبالتالي الرطوبة النسبية راح تكون قليلة. أوكي، يعني إحنا قلنا كل ما يكون الهواء الحار، الهواء كل ما يكون حار يكون مقدار استيعابه لبخار الماء يكون أكبر، فلهذا دائما يريد بخار مي، دائما يريد بخار مي. الرطوبة النسبية راح تقل، يعني استيعاب الهواء عالي لبخار الماء. راح أعطيكم هنا قبل ما أعطيكم مثال، هنا يقول بالنسبة للرلاتيف هيوميديتي أو الرطوبة النسبية تعتبر مؤشر جيد إلى مقدار الراحة عند الإنسان. المثال اللي يقول شنو؟ يقول إذا عندي الرطوبة النسبية كانت 70%، أوكي، الشخص ممكن يحس براحة إيش وقت؟ لما الحرارة تكون 20، لما الحرارة تكون 20، انتبهوا على هاي الفقرة. إذا زيدنا الحرارة، إذا زادت الحرارة فالإنسان ما راح يحس براحة. إذا صارت مثلاً 30 وعد نفس كمية الرطوبة اللي هي 70، ما راح نحس براحة، راح نحس بانزعاج. فإذا أقدر أني إذا أريد أعرف أو أقيس مدى راحة الإنسان اعتمادا على الرطوبة النسبية لازم أخلي ببالي درجة الحرارة. قبل شوية أخذنا الديو بوينت. لا والله ما عفوا، بس إذا ممكن يعني لا تحجون طلاب لأن حتى البقية ما يتشوشون. إذن أنا هسه انطيت indicators أو مؤشرات اثنين لراحة الإنسان أو human comfort. المؤشر الأول هو dew point أو درجة نقطة الندى. المؤشر الثاني اللي هو relative humidity أو الرطوبة النسبية. واحد راح يعتمد على depression أو الانخفاض في نقطة الندى، والثاني راح يعتمد على درجة الحرارة. أكو سؤال لحد هنا طلاب؟ واضحة؟ ماكو سؤال؟ تمام. هنا عندي بالنسبة للديو بوينت إيش وقت تكون؟ قبل شوية من حكينا إنه تكون عالية بالمناطق المدارية أو الاستوائية. هنا يقول إذا أكو مناطق يعني المناطق الحارة أو الدافئة اللي هي يقول warm bodies of water، إذا عندي مسطحات مائية حارة، وإذا عندي يعني مناطق بها يعني مزروعة بنباتات بحيث يكون التبخير يعني شغال بهاي المناطق، فراح نوصل إلى نقطة ندى عالية. أوكي، وخصوصاً أنه بهاي المناطق إذا كان الاضطراب أو الخلط العمودي إذا كان ما موجود، يعني عندي منطقة مستقرة كاضطراب، المنطقة تكون مستقرة، إذا ما عندي خلط ف الهواء يكون فوق هاي المسطحات راح يكون مشبع ببخار المي. ليش؟ الخلط راح يزيد التبخير، لكن أنا يعني هنا فوق هاي المسطحات أنا صار عندي تبخير وصلت إلى حد إشباع ووصلت إلى درجة نقطة الندى، وما راح يصير عندي خلط يأثر على نقطة الندى، فراح تبقى المنطقة محافظة على الساتوريتد يعني vapor pressure، ولهذا راح تكون عندي هنا يقول النقطة الندى راح تكون مساوية إلى درجة الحرارة عند يعني في تحت هذه المسطحات، يعني بالهواء اللي عند هذه المسطحات.
ايضا هاي بالنسبه لما يخص نقطه الندم. ايضا عندي التشبع نادرا ما يتحقق فوق السطوح الساخنه، ولكن عندي نقطه الندى قد تتجاوز 25 درجه مئويه. هذا مثل ما قلنا ممكن يكون فوق المناطق المسطحات المائيه الكبيره مثل عندي الاوشن اذا كان محيطات، اذا كان وصل درجه الحراره بها درجات عاليه راح ممكن ان نوصل الى ديو بوينت توصل الى 25 درجه. ولكن احنا نقول يعني هو صار ساتوريتد تشبع، بس يعني هو بالحقيقه مو كومبليت، يعني هو التشبع اللي يصير مو تام، تشبع مو تام. التشبع التام وين يصير؟ طبقات الجو العليا لما تكون درجات الحراره جدا قليله وممكن الوصول بسهوله الى انه يتساوى ضغط البخار مع ضغط البخار المشبع. اوكي هسه راح ناخذ موضوع الساتوريتد اديباتيك لابس ريت او معدل الانحدار الادياباتيكي الرطب، هذا فيما يخص الهواء الرطب طبعا، عفوا هو المرطب المشبع تحديدا ساتوريتد. اذا اجي اقارنه بالدراي او بالجاف، الدراي ادياباتيك لابس ريت اللي هو هذا رمزه يكون التناقص فيه ثابت ويكون مقداره 10 درجه مئويه لكل كيلومتر، في حين إذا أخذت الساتوريتد أدياباتيك لابس ريت أو الانحدار المشبع الأدياباتيكي راح نشوفه يختلف، ويختلف تبعاً للضغط وتبعاً للحرارة. طبعاً قيمته راح تكون المساوية تقريباً بين 4 درجة كلفن لكل كيلومتر، هذا بالقرب من سطح الأرض. إذا كان سطح الأرض كان دافئ ورطب، إذا صعدنا للأعلى شوية وصلنا إلى منتصف التروبوسفير راح تكون الحرارة بين 6 إلى 7 درجة كلفن لكل كيلومتر. إحنا كأفرج وإذا أريد نأخذ الوحدات السيليزي راح نعتبر المقدار مالته هو 6 درجة مئوية لكل كيلومتر. أوكي أكو بس نقطة أريد أوضحها هنا، النقطة أنه إحنا عندنا عينة هواء، هاي العينة مال هواء بتصعد، فإذا كانت عينة الهواء غير مشبعة بمعنى أن الرطوبة النسبية بها تكون أقل من 100%، فعندها أنا من أجي أتعامل وياها وأريد أحسب أو أدخل بحساباتي معدل تناقص الحرارة مع الارتفاع راح أخذ الدراي. ولكن متى ما وصلت عينة الهواء إلى حالة التشبع، وحالة التشبع هي الحالة اللي يعني تصير بها درجة حرارة العينة مساوية لدرجة حرارة نقطة الندى، فبهالحالة أني راح تكون عندي رطوبة نسبية 100%، فبهالحالة أني راح أقول عندي صارت حالة تشبع. فما بعد هذه العملية يعني عندي راح يصير وراها إذا العينة يعني تم تبريدها وهي أصلاً مشبعة ببخار المي، فهذا البخار المي الموجود عندها راح يصير به تكثيف، وإحنا كلنا نعرف إن عملية التكثيف راح تطلق حرارة ما تأخذ حرارة، فلهذا راح يكون طبعاً هاي العينة ما طولها مشبعة لنا راح نتعامل هنا مع معدل الأدياباتيكي المشبع أو معدل التناقص الأدياباتيكي المشبع. فلهذا بسبب هذا إنه التكثيف راح يطلق حرارة، فدائما من أجي أخذ التناقص من عينة الهواء اللي تكون مشبعة التناقص يكون بيها أقل من التناقص الأدياباتيكي الجاف. هسا إحنا مبدئيا قلنا الجاف إيش قد التناقص؟ 10 درجة مئوية لكل كيلومتر، في حين أخذنا كمعدل التناقص الأدياباتيكي المشبع أخذنا 6. فدائماً
بسبب عملية التكثيف اللي قلنا تطلق حرارة راح يكون دائما معدل الانحداء التناقص بالحرارة المشبع يكون أقل من معدل التناقص الأدياتيكي الجاف، ولهذا حبيت أوضح هذه الفقرة. أجي على فد مثال يخص الاستقرارية بالعينة الهواء الرطبة. عندي هنا بهذه الحالة راح يكون هذه عينة هواء. عندي هنا إذا أخذ معدل تناقص الحرارة الـ environmental lapse rate اللي هو هو معدل تناقص عينة هواء مع الارتفاع، اللي هي وقتها احنا قلنا تتراوح تقريبا 6.5 درجة لكل كيلومتر اللي سميناها اللابس ريت، ولكن هذه القيمة متغيرة. هذه القيمة متغيرة فهسا راح نجي ناخذ هسا اذا راح هذا الانفيرمنتال لابس ريت هو يعتبر البيئة المحيطة. فالبيئة المحيطة والانفيرمنتال لابس ريت اذا اخذناها بهذه الحالة راح تكون 4 درجات مئوية لكل كيلومتر. هذا معدل التناقص، يعني كل ما تجاوز كيلومتر راح تتناقص درجة الحرارة 4 درجات. ولهذا إذا تلاحظون هنا عندي البيئة المحيطة بدت بدرجة 30، تناقصت 4 درجات صارت 26 لما وصلت 1000 متر اللي هي كيلومتر، بعدين تناقصت 22 4 درجات لما وصلت كيلومترين، وهكذا. عندي على الجانب الأيمن عندي عينة مشبعة saturated air، وعلى الجانب الأيسر عندي dry air أو عينة جافة. بالنسبة للعينة الرطبة اثنيناتهم هسه إذا تلاحظون بالمستوى السفلي بدوا بدرجة 30، أوكي، لكن هنا عندي مشبعة وهنا عندي غير مشبعة أو dry. راح أجي أخذ الدراي. الدراي راح أعملها هنا حسب تناقص الأدياباتيكي الجاف اللي هو 10 درجة لكل كيلومتر. فهسه كانت 30، إيش قد وصلت لما كيلومتر؟ صارت 20. إيش قد وصلت؟ 10 صفر. أوكي؟ فهسه إذا أريد أعرف هذه العينة الجافة هل هي مستقرة أو غير مستقرة، راح أقارنها ويا اللابس ريت مال البيئة المحيطة. فهنا عندي التناقص 10، وهنا عندي التناقص 4. من التناقص فيه أكثر؟ أكيد 10، بمعنى أنه هذه العينة هي أبرد. هذه العينة أبرد، يعني هسه شوفوا هنا، هسه هنا اثنيناتهم 30، هنا صارت 20، هنا 26، بمعنى أنه هاي العينة هي أبرد من البيئة المحيطة. هنا 10 أبرد من البيئة المحيطة، وهكذا. وعليه بما أنه هاي العينة هي أبرد وأقل حرارة راح تكون أكثر كثافة وراح تكون تميل إلى الهبوط إلى الأسفل، ولهذا تلاحظون هاي الأسهم الزرقاء تأشر إلى أنه هاي العينة تنزل للأسفل. ما طول تنزل للأسفل، إحنا حسب يعني موضوع الاستقرارية أنه العينة إذا رجعت إلى موقعها الأصلي راح نعتبرها مستقرة. فبهالحالة نعتبر هاي الحالة هي حالة مستقرة. أجي على العينة الرطبة، التناقص مالها إيش قد قلنا كمعدل؟ 6، هنا 30، إيش قد صارت؟ 24. 24 أقارنها ويا 26 أقل، هنا 18 أقل، فهنا أيضا أقل. فلهذا إيش راح يصير بيها؟ العينة أيضا مال الهواء المشبع راح يصير بيها حركة نزول نحو الأسفل. ولهذا يعني راح تكون أيضا مستقرة، يعني راح ترجع إلى موقعها الأصلي. هذا في حالة الاستقرار العينة المستقرة سواء كانت دراي أو ساتوريتد. نجي بالنسبة للحالة الثانية، راح نأخذ الانفيرمنتال لابس ريت هو دعش. فالدعش إذا أجي أقارنها هنا قلنا شقد 10 وهنا شقد 6. فهنا بحالة الدراي هنا عندي 30 ب 30، هنا تناقصت صارت 20، هنا شقد صارت؟ 30 ناقص 11 صارت 19. فهذه أسخن، العينة والهواء أسخن من هذه، وعليه أنه الانحدار الأدياباتيكي الجاف إذا كان أقل من الانفايرمنتال، فإذا أقل معناها أسخن العينة.
وعليه هنا عندي فعلا هي العينة، يعني وين احنا نقول هنا 11 وين هنا 10، فالعشرة اقل، ولهذا العينة تكون اسخن. موضوع الاسخن معناها اكثر دفئا واخف، ولهذا راح تصعد نحو الاعلى، وما طول راح تصعد نحو الاعلى فانها تكون غير مستقرة، نسميها unstable. اذا اجي على العينة الرطبة saturated، مو بس رطبة saturated، يعني الرطوبة النسبية بها 100% مفولة. هنا عندي 30 درجة حرارة العينة، صارت اشقد اذا صعدنا كيلومتر؟ صارت 24. اشقد التناقص؟ 6. وبعدين اذا اجي اقارنها ويا الانفايرمنتال هنا 24، اذا اقارنها هنا 19 فهي اعلى، هنا ايضا اعلى وهنا ايضا اعلى، فبالتالي راح تكون درجة حرارتها اعلى، يعني العينة اخف وزنا واقل كثافة، فراح ترتفع ايضا. فبهالحالة نقول هذه العينة غير مستقرة or unstable، فبالحالتين هم unstable. اذا اجي اخذ بحالة الساتوريتد راح نشوف ايش وقت الستيبل، لما يكون الانفايرمنتال اقل من المشبع، مثل هاي الحالة هنا 4 هنا، عفوا هذه هنا 4 وهنا 6، فاذا الانفايرمنتال اقل، الاربعة اقل من الستة، هنا عندي حالة مستقرة. نيورال نيوترال عفوا متعادلة اذا كانوا متساويين، وانستيبل اذا كان الانفايرمنتال اعلى من القيمة المشبعة، يعني الاديباتيك ساتوريتد لابس ريت. وبالمناسبة اكو نقطة اخاف انتم ناسيها، احنا ليش بدنا ناخذ اديباتيك؟ يعني ليش بدنا نقول اديباتيك؟ نقول اديباتيك لسبب بسيط، انه احنا عندنا هاي العينة من تصعد لتنزل، يعني اذا صعدت يصير بيها، يعني هي من تصعد طبعا يصير بيها تبريد، ولكن التبريد ده يصير ذاتي من داخل العينة، من ده يصير تبادل ويا البيئة المحيطة. ليش ده تتبرد؟ هسا هاي العينة 30، من صعدت هنا جقد صارت 24، تبردت. من تتبرد معناها أنا عندي الضغط خارج، يعني البيئة، الضغط بالبيئة المحيطة راح يكون أقل من الضغط داخل العينة. هي هسا هنا 30 وهي هنا ساخنة، راح تصعد طبقات الجو العليا، يعني راح يكون الضغط أقل وهنا الضغط أعلى، فراح تبدي تتمدد العينة، يصير بها expansion. التمدد راح يقلل درجة حرارتها، ولكن فقدان الحرارة ما تم بسبب تبادل مع المحيط، وإنما بسبب أنه هي تمددت. فلهذا إحنا ما عندنا DQ يساوي صفر، لهذا عندنا نسميها عملية أديباتيكية، بمعنى أنه تم تبادل، عدم، لا يوجد تبادل للحرارة مع المحيط. كذلك في حالة النزول مع العينة، العينة من تنزل تلاحظون أنه هي طبعاً راح تنزل، راح تنزل إلى ضغط أعلى، يعني الضغط هنا أعلى من هنا، لأن الضغط يتناقص مع الارتفاع، فمن ننزل للأسفل راح يزيد، فالضغط مع البيئة المحيطة راح يضغط على هاي العينة، فمن تنضغط راح تدفى وراح تزيد درجة حرارتها. يعني لهذا ايضا راح تتغير درجه حراره، طبعا من تنضغط يصير بها عمليه انكماش، او يسموه هو عندي الاكسبانشن وال بدا اتذكر المصطلح، هو عندنا يعني التمدد اللي هو الاكسبانشن والانضغاط او التقلص، يعني يصير بها تقلص. بالحالة يعني الحرارة ده تتغير، ولكن ما دي يصير تبادل حراري مع البيئة المحيطة. فإذا تلاحظون بالرسم أيضا هنا العينة كبرت، هنا العينة كبرت بمعنى أنه هي صار بها expansion من، يعني من طبعا من ارتفع ومن تنزل، من يصير من فوق وأنزل جوه العين ده يصير بها يعني تقلص أو contraction، صار أعتقد يسموه، بمعنى أنه بسبب أنه الضغط يصير عليها أعلى. وطبعاً أكيد هنا من هنا تتبرد العينة وهي يعني محملة بالرطوبة، راح يصير عملية تكثيف، وبالتالي راح تتكون عندي يعني قطيرات مطر أو غيوم، وهكذا إذا عندي كان
تشوفون في زياره اليوم اذا عندي عوالق جويه راح يصير عندي عمليه تكثيف اذا وصلت لحد التشبع يعني وفوق التشبع. اما في حاله انه العين اذا صار بها اذا صار بها نزول العينه وصار بها انضغاط فهنا بسبب الحراره يعني راح طبعا هنا راح تاخذ حراره هي لان يعني حرارتها تزيد فبالتالي راح يصير عندي عمليه تبخير لان يعني الحراره تزيد فاذا بيها مي وحراره عاليه فراح يصير تبخير. هذا ببساطه في موضوع الاستيبيليتي عدت لكم الدرايف وطفت عليه الساتوريتد. اتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح هذه المره. اوكي نجي للموضوع الاخر اللي هو الثيرموديناميك دايجرامز او المخططات الثيرموديناميكيه. نعتمد طبعا بها على معادله البوتنشال تمبرتشر. هذه هي المعادله اللي هي هاي مثل الثيتا او البوتنشال تمبرتشر الحراره الجهديه وهاي درجه الحراره في نوت على بي الضغط مرفوع للاس 0.286 اللي هو جاي اصلا من الار دي على السي بي اللي هي حراره الغازات للهواء الجاف و مقسوم على السي بي او السعه الحراريه النوعيه لثبوت الحجم. اذا وزعنا الاس على البسط والمقام ورتبنا الحدود راح تطلع لي هذه المعادله. هذه المعادله اللي قدامكم شوفوها هي عباره عن بارامتر اللي هو بي يتناسب مع تي ومع هذا الحد. هذا الحد اذا كان ثابت فاذا انا راح يصير عندي التناسب راح يكون بين بي وتي وهو هذا اللي يصير فعلا لان البي نوت قيمتها معلومه والثيتا راح نثبتها او راح ناخذها بقيم ثابته. فاذا هذا راح يكون البي نوت على الثيتا هي ثابته التناسب والاطراف المتناسبه هي البي على محور واي والتي على محور اكس. خلينا نشوف المخطط. هذا هو طبعا المخطط مالتنا اللي استنتجناه من المعادله السابقه يسموه سودو دياباتيك شارت. هذا المخطط عبارة عن T على محور X بالكلفن والبرشر على محور Y. تلاحظون أنه P دي يتناقص مع الارتفاع والT دي تزيد. عندي خطوط. الخط الأولي يمثل لي خطوط الضغط تسار الضغط هنا وعندي أيضا خطوط مرسومة هنا اللي هي خطوط تسار الحرارة أو الايزوثيرم. وعندي خطوط الأديابات اللي هي مثل خطوط الحرارة الجهدية. فهذا هو المخطط. هنا طبعا نقدر ببساطة إذا عندنا مثلا قيمة الضغط نقدر وطبعا أيضا راح نشوف هنا من الضغط الحرارة الجهدية جد ومن عنده نطلع قيمة درجة الحرارة. المشكلة بهذا المخطط هي شنو؟ أنه هذا الأرض أتموسفير راح يكون في هذه المنطقة فقط محصور في هذه المنطقة فقط اللي درجة الحرارة تتراوح بين فترات معينة. ما عندي هنا بهاي المنطقة يعني صفات تتطابق مع الأرض أتموسفير أو الجو الأرض. فحتى أتغلب على هذا الإشكال أحتاج أن أغير إلى شارت آخر. هنا الشارت الآخر اللي راح أستخدمه هو اللي راح تشوفوه قبل ورا شوية اللي هو اسمه سكوتي لين بي. قبل ما أروح على الشارت الآخر خلي أشوف شنو الإيجابيات مالته. طبعاً هنا نقدر مثل ما قلنا نحسب درجة الحرارة عند أي مستوى ضغطي على افتراض طبعا ان في عمليات أديباتيكية يعني سواء انضغاط او تمدد. يكون أديباتيكي بمعنى شنو أديباتيكي؟ بمعنى انه ماكو تبادل مع يعني بين العينه وبين البيئه المحيطه. الديس ادفانتج انه فقط يشتغل في منطقه صغيره يعني هذا بس بهالمنطقه اقدر اطلع درجه الحراره. يعني تلاحظون هنا انه الثيتا ما تمر بهاي المنطقة ولا هنا أيضا فأكون محددة بالعمل في هذا الشارت. ولهذا اللي راح أسويه شنو؟ راح أخذ مخطط آخر. هذا المخطط الآخر راح ناخذ بالضغط لين بي راح ناخذ بي
والاكس اكسس ايضا راح يمثل لي التي. عندي راح تكون هنا عندي خطوط الايزوثيرم راح تكون ممثله باللون الاحمر، تلاحظون تبدي من 20 صفر ناقص 20 وتبدي تتناقص. الخط البرتقالي اللي تشوفوه امامكم هو خط الاديبات او دراي اديبات، يعني خطوط الثيتا، وتلاحظوها انه هنا كانت 253 وراح تبدي تزداد تباعا. نلاحظ ايضا شغله انه خطوط الايزوثيرم مو عموديه، في حين انه بالسودو اديبات سودو تشارت او سودو اديباتيك تشارت كانت خطوط الايزوثيرم عموديه على محور اكس، هنا راح تميل بزاويه 45 درجه. وعندي خطوط الاديبات راح تصنع زاويه 90 درجه مع الايزوثيرم. طبعا هذا كله اعتمادا على المعادلات المستخدمه و يعني الثوابت المستخدمه. فمثلا هسه عندي اذا اجي اشوف المعادله مال واي اللي هي تساوي واي يساوي ام اكس زائد سي، الواي هنا راح تمثل لي اللين البي اللي هو الضغط، الاكس تمثل لي التي او الحراره، والام هي تكون قيمه ثابته لخطوط الايزوثيرم اللي هي التي، فالام تكون لها قيم ثابته ولكن السي لها قيم متغيره لخطوط الايزوثيرم. اوكي طبعا هنا بهذا المخطط انا راح الاحظ انه اكو انحدار او السلوب يكون عالي بالخطوط، ولهذا اي تغير ممكن اقدر انه يعني يكون ظاهر عندي اذا اقارن بالسودو ادياباتيك تشارت اللي هو ما راح يظهر عندي التغير بشكل واضح. هاي نجي نشوف كم خط بي. عندي عدة خطوط مثل ما تلاحظون، عندي خطوط الايزوبار، هاي الخطوط اللي تشوفوها باللون الفاتح اللي تكون موازية لمحور اكس مثل المساويات الضغطية من الف الى اعلى. عندي هاي الخطوط الحمراء اللي تشوفوها تنطلق هيجي، هي تمثل لي خطوط الايزوثيرم، هذه خطوط الايزوثيرم اللي هي إذا تلاحظون منها تبدي من 45 40 35 30 وتبدي إلى توصل إلى ناقص 35، طبعا مقاسة بدرجة الدرجة السيليزية. عندي خطوط للدراي أديبات والساتوريتد أديبات، يعني ماخذين الحالتين. الدراي أديبات اللي هي تكون باللون الأحمر وقلنا تصنع 90 زاوية 90 درجة مع الأيزوثيرم، فهي هاي الخطوط المائلة، هاي الخطوط المائلة اللي تشوفوها. والخطوط الخضراء هي الساتوريتد أديبات أو خطوط الأديبات المشبعة. وعندي إضافة إلى هذا كله عندي الساتوريشن ميكسينج راشيو أو نسبة الخلط المشبع ممثلة باللون الأخضر اللي هو باللون المتقطع. خلي أراويكم فد موقع يوضح لي هذه الخطوط أكثر. خليني أسوي لكم شير. أوكي. أوكي. هسه هذا عندي السكيورتي لين بي دايجرام. خليني نشوف. اوكي هذا هو المخطط ككل مثل ما رايتكم اياه قبل شويه. خلي اشوف الخطوط وحدها كل واحد واحد. هذا خط التمبرتشر المائل، هذا خط البرشر اللي يكون موازي لمحور اكس، الدراي اديابات اللي يكون مائل وبلون احمر، وطبعا هنا يبدي هنا 40 30 20 10 طبعا بالماينس او بالسالب، بعدين صفر، بعدين يبدي يزداد. عندي المويست اديبات، هاي هي الخطوط الخضراء المائله، وعندي الميكسينج راشيو الخطوط المتقطعه اللي شفتوها قبل شويه، وعندي الويند ستاف ايضا ممكن ينطيني قراءات للويند كسرعه واتجاه رياح، نقدر نعرف فيها تغير الرياح مع الارتفاع. وهذا هو المخطط كاملا. ان شاء الله بالمحاضره القادمه راح ناخذ
يعني حلول أو تمارين نحلها نطلع بيها درجة حرارة أو أي بارامترات إحنا نحتاجها. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة، وإن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرة القادمة.